عندنا سؤال، ينفع تتشال مكرونة مسلوقة في الفريزر عادي؟ ينفع، مش هتقول لا، بس مش تبقى احسن حاجة. اما ترجع تفك وتستخدميها هيبقى طبعا في شوية تعجين وفي شوية نشوية كده زايدة فيها، فافضل ان انت ما تضطريش تعملي كده، بس لو مضطرة جدا تمام. بس اهم حاجة قبل ما تشيليها في الفريزر، اولا ما تكونش مستوية قوي، تكون نص سوا او ثلاث ارباع سوا، وحط لها شوية زيت عشان ما تلزقش في بعضيها.